الرقة الحرة المحررة، وبالفعل إن شاء الله تكون الرقة العاصمة الأولى لسوريا الحرة. بهذه الكلمات خاطب الأب باولو جموع المتظاهرين في مدينة الرقة خلال زيارة لم يكن يعلم أنها الأخيرة له. كان هدفه كما أعلن التوسط لدى تنظيم دولة العراق والشام للإفراج عن الصحفيين الأجانب المعتقلين لديه والاتفاق على هدنة مع الألوية الكردية. لم يكن يدري أن إصراره على مطلبه سيؤدي إلى اعتقاله ونقله إلى قصر المحافظة ومن ثم اغتياله 14 رصاصة، وذلك بحسب الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان وأحد العناصر المنشقين عن تنظيم الدولة. بدنا نشتغل عليها حتى نخلص منها. الأب باولو دالوليو المناصر للثورة السورية منذ بدايتها سجل مطالبه شجاعة من النظام في قلب العاصمة دمشق. إننا نحتاج إلى الآن إلى أماكن آمنة للمواطنين، نحتاج إلى احترام المستشفيات، نحتاج إلى احترام المدنيين. كانت لمواقفه وأفكاره عن الحرية واحترام حرية التعبير ورفضه القمع صدى لدى النظام، فتعامل النظام معه على طريقته. مطلع الربيع أنا وجدت إقامتي موقفة، بشهر 11 السلطات الكنسية استلمت رسالة تقول أنه أنا لازم أروح من قبل الوزارة الخارجية. لتخرج المظاهرات في مختلف المناطق السورية مناصرة له وحاملة شعار أحد الأب باولو، ليعود إليها فيما بعد مستجيبا لنداء سوريا التي قال إن روحه لم تفارقها. حماسته الثورية وإيمانه الروحي لم يمنعه من اجتياز المسافات للقاء النشطاء والإعلاميين في القصير بحمص. وأنا جيت لأشارك في هذا الجهاد الروحي قبل أن يكون جهاد السلاح، هو جهاد الأرواح. لم يرحل الأب باولو على يد النظام رغم إعلان الأب مرارا وتكرارا عداوته لهذا النظام، ولكن رحل على يد من ادعوا أنهم دولة الإسلام في العراق والشام، لعلهم تناسوا موقفه من دين الإسلام أو أنهم علموه جيدا فقتلوه. فأنا بالصلاة انجذبت إلى غنى وعمق الدين الإسلامي، فعندئذ قلت أنا بدي أهتم بعلاقة الكنيسة بالدين الإسلامي،